السلام عليكم بعدا وكنبغي نشكر الناس اللي جاو لعندي من الصناك ديالي وصراحه صدموني ديك بشار ما نويتش زعما داكشي كامل يكون وقعت مشكله الطرق كنتشدوا وكنطلب المسامحه من السلطه حتى هما كامل عملنا اي ساعد ما كانا ونهار كبير وفرحوني وكنشكر لي زارتيست اللي جاو لعندي حتى هما نهار كبير هذا وفرحت بزاف الصراحه والله يجيب السهل وتيسير كل شيء مكراتشي كل شيء يكون خدام كل شيء ناضي كل شيء علاش عملت صناع كنكون في الزنقه بزاف سيدي شحال ما كنت في الدار عندي واحد النهار كنكون فيه في الدار هو العيد كبير بزاف مني كتكون جالس الطاوله كضرب الشوا واحد الجيل اللي كاين عملت صناع باش تجي تاكل عندي على شي وراه عملت صناع حلو شو انا عملت مشروع وكامل على الله اللي مرزقو بنادم كيدي هادشي اللي كاين فهمتيني شي حاجه ماشي مرزقك ما يديها شي هادشي اللي كيخدم ما خدمش كلشي في التيسير ديال الله هادشي اللي الله يعاون الجميع هادشي اللي نقول السلام عليكم اول حاجه شكرا خي ايوب وشكرا سفيان جد سعيد بالتواجد ديالي في الافتتاح ديال الصناك دخاو ديالي حمزه ودعيشه الحمد لله دازت الامور مزيان وكنتمنوا من الدراري مدينه طنجه كاملين يكافحوا مع بعضهم في حال هيدا الله يسهل على الجميع تبارك الله عليكم طبعا افتتاح داز رائع و ماشي بالشهاده ولكن بالصور والفيديوهات حيت حمزه طبعا عنده واحد الشعبيه ماشي عاديه وتبارك الله الاخي حمزه الحمد لله بدا من الزيرو وصل لديك الشيء كان خصو يوصل وباقي ان شاء الله العاطي يعطي وافتتاح كان مروب المره على حمزه معروف عليه بالروبله والحيحه والروينه اللي بغيت نقول لكم هو هذا النهار داز لي غزال صراحه عمري في حياتي خلصت شي مخالفات تلاقيت هذا السيد هذا جيت عنده افتتاح خلص 300 درهم شكرا شني شكرا الله يما نتعاتق معاك تترد لي الخاوه الله تترد لي والله ما نتعاتق معاك رد لي ديال اجي ها هي تما ها هي تما 400 اجي لا تصور صافي هو هذاك واش ما نقول لك واحد الافتتاح قد اي ربي ولطف وسلام حق الله الله يكمل عليه بالخير امين ولا يقولوا هو بيدو لا يقولوا وحلو ياك والعيش وحلو ولا ما حلوش وحلو هاك زيد اليهود احنا يا صراحه فرحانين بعد افتتاح هذا الله يجيب له التيسك هاي خارج الشي كيتشب قال لك فيها حلوه المت الاخر الله يجيب له السهله والتيسك اي والله بالله وكم نبي ندعموا هاد السيدات مسك ان شاء الله رب العالمين لا نشكر هادو ما جابوا شي كادو ولا نشكر هذا الضادو والتحيه للجيو الزكريا والتحيه للعقبه الجوطيه واش ما نقول لك دابا زعما شي ناكلوا شباكيه وتدخل فيك الطرامبيه والوليد حلفان فيا شحال بالك واش حبك فيا وعزيز عليا ولا خليك ليا عمرك اللي تركب دعالو بيا بومري مسكين وبارك عليا جابوا الجوطيه سحبوا له عند الوراق المربيه يا ويلي ودي لا في الحكوميه طرف هذاك ها نقول فازور وهاد التكاسيه اشكيف بنتي لي بحال اللي تعديتي عليا ولا بارك عليا السلام عليكم تبارك الله عليكم معكم خالد بيو ولا باشير كافي كما كيعرفوه الناس اليوم حضرت الافتتاح ديال ود عيشه السناك ديالو الجديد كنتمنى له التوفيق والنجاح ومسيره موفقه لا الميدان الفني ولا الميدان الغناء تحياتي لكم ودي خوتي الحباب ديالي كما تتعرفوا دودو معكم دودو جينا للافتتاح ود عيشه
تبارك الله عليه زعما الله يسخر له في المجال ديالو، لا في الفني لا في السندويش، الله يسخر له. لا هو لا خاي الحاج تنعطيه تحيه من لهنايا وديما تيرشرش، وراكم عزازين وغاليين، تنتمنوا اي واحد الله يسهل عليه والله يفرحه والطوب لا فوتوشوب ما تشوفش فيا بزاف. افتتاح كاز مزيان واعر، كلشي مزيان كلشي بخير، وكنشكروا ديك الناس اللي جاو عند حمزه كاملين واحد واحد، وكنتمنوا من الله تيسر ان شاء الله يا ربي. وكاز داكشي واعر صراحه، لا صراحه والله ما كنت متوقع داكشي كامل غيكون من حق الروينه، مو مروينه مخزن نجي كلشي ما جي احنا ماشي كلو القطط ضروا افتتاح كي حمق بزاف حلو. سمعكم معكم بلا غبالو اليوم جيت الحضور ديال افتتاح ديال الصديق ديالنا حمزه ود عائشه. صراحه الله فرحت له بزاف، لان كيعجبني ان الشباب بحال هذا والاصدقاء ديالنا كيعملوا البروجي ديالهم، ديال حاجه كتفرحني صراحه الله. فيما كنشوف شي واحد يعني كيبدا البروجي ديالو كنفرح. السلام عليكم، معكم برنسي صفاتي. مهم اليوم شاركت الفرحة ديالي مع حمزة ولد عائشة. الله يكمل الافتتاح ديالو بخير وعلى خير، الله يعطيه ربي ما فنيته. وصراحة كان افتتاح مزيان وفي مستوى تبارك الله، عنده الجمهور صراحة الله، بزاف الناس صغار وكبار جاو يفرحوا معاه. صراحة كلشي داز مزيان والحمد لله، نتمنى له التوفيق، الله يسهل عليه الله يسهل على الجميع. السلام عليكم، معكم مدير ريتاج من مدينة أصيلة. الصراحة فرحانة بزاف بالتواجد ديالي في افتتاح حمزة ودعيشة. كنتمنى له التوفيق الله يعاونه في حياته. السلام عليكم، معكم جهاد مدينة طنجة. كنشكر حمزة للدعوة ديالو اللي حضرنا لها اليوم افتتاح التسناك ديالو، وكنتمنى له مسيرة موفقة وإن شاء الله يفتح محل ثاني وثالث، ونبغي نشوفه غير مزيان والله يسهل عليه والله يسهل على الجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.